يقول ما حكم دفع مبلغ للضمان عند شراء سلعة، عند شراء أي سلعة مثل الهاتف، ويسمح البائع بزيارة مدة الضمان إذا دفع المشتري مبلغا إضافيا؟ بعض السلع الآن موجودة في المحلات التجارية، إذا كانت لسنة فهذا سعرها إذا كان الضمان لسنة. قالك إذا يريد الشخص أن يزيد مدة الضمان مثل لسنتين أو 3 سنوات أو 4 أو 5 يزيد، يختلف السعر. إذا كان مدة سنتين يختلف، إذا مدة 3 يختلف، مدة 4 يختلف، مدة 5 يختلف. ما حكم هذه المعاملة؟ إذا كان تعاقد، إذا تعاقد مباشرة، يعني تعاقد، نفرض خلونا نضرب مثال مثل الهاتف قيمته قال لك 100 ريال، إذا تريده لمدة سنتين ضمان لمدة سنتين قيمته 110 ريالات، إذا لثلاث 120، تدفع 120 ريال، إذا لأربع 130، إذا لخمس يدفع 140 ريالا. هنا يعتمد على وقت التعاقد. إذا قال له في التعاقد، قال له أنا أريد أن أشتريه بضمان 3 سنوات، قال له خلاص يدفع 120، قال له خلاص اتفقوا يدفع 120 مدة كم؟ 3 سنوات، خلاص هنا يجوز المعاملة جائزة. لكن لو قال له اتفق 100 ريال اشتراه في ضمان سنة، بعد ما اشتراه اتفقوا وقع الاتفاق، قال له مو رايك تزيد الضمان وتزيد 20 ريال زيادة فقط، أو تزيد 10 ريال، أو هنا لا يصح، لا يصح شرعا. ما الفرق؟ يقول شيء قاعدة، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ما معنى يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا؟ قالوا لا، الذي الأجنة أو الحمل الذي بطن الغنم هل يمكن بيعه؟ ما يجوز بيعه لأن في غرر، هل ميت ما ميت كيف ينزل، لا يجوز بيعه. لكن الشخص يوم يريد أن يبيع، أن يبيع شاة، إذا كان في بطنها حمل ما تختلف عن الشاة اللي ما في بطنها شيء بقيمة؟ تختلف. لكن هنا إيش يبيع؟ يبيع الشاة. فلذلك قالوا يجوز تبعا، الحمل تابع لها، ما لا يجوز استقلالا. مثال الثمرة، خلونا النخل الآن يوم يكون لم يحمر أو يصفر، احنا نسميه خلال، أظن كلنا بيكون نسميه كذا، زين هل يصح بيعه ثمرة وهي لم يبدو صلاحها؟ ما يصح شرعا. لكن إذا يبيع النخلة كلها يصلح ولا ما يصلح؟ يجوز. ولذلك قالوا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الشيء يعني بنفسه ما يجوز أن تبيعه بنفسه، لكن مع شيء آخر يكون. فهنا إيش الفرق بين المعاملتين؟ هنا عقد واحد، قالوا أنا أشتريه بضمان 3 سنوات بكذا كذا المبلغ خلاص. لكن لو تعاقد على الشراء وتم الاتفاق الإيجاب والقبول بينهما، ثم يقول بعد ذلك أريد أن زيادة في الضمان، هنا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا تأمين، دخل في التأمين التجاري، دخل في التأمين التجاري. مثال إيش؟ مثال بعض الأحيان، بعض الأحيان السيارات، يعني يشتري السيارة فيها ضمان محدد، من ينتهي الضمان خلاص عاد نظرة. بعض الشركات ايش، او بعض اللي تعرض عليه ايش، قول له نعطيك ضمان سنتين زيادة
بس فقط زين استمر معنا مقابل كذا ادفع فلوس كذا كذا، هل يصح؟ نفس الشيء، لا يصح، لا يصح شرعا. فلذلك إذا كان التعاقد من بداية العقد على ضمان سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس سنوات واتفقوا على ذلك وتعاقدوا على ذلك فمعنى جائز الأمر، لكن يتعاقد ويتم الإيجاب والقبول بينهما ثم بعد ذلك يطالب بزيادة الضمان مقابل، نقول لا يصح شرعا، فهذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، والله أعلم.